أن الإنسان إذا هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تعالى حسنة كاملة. مثال ذلك رجل هم أن يتوضأ ليقرأ القرآن ثم لم يفعل ذلك، عدل عن هذا فإنه يكتب له بذلك حسنة كاملة. هم أن يتصدق وعين المال الذي يريد أن يتصدق به ثم أمسك ولم يتصدق فيكتب له بذلك حسنة كاملة. هم أن يصلي ركعتين ثم أمسك ولم يصلي فإنه يكتب له بذلك حسنة كاملة. فإن قال قائل كيف يكتب له حسنة وهو لم يفعل؟ فالجواب على ذلك أن يقال إن فضل الله واسع، إن فضل الله واسع. هذا الهم الذي حدث منه، هذا الهم الذي حدث منه يعتبر حسنة، لأن القلب همام إما بخير أو بشر، فإذا هم بالخير فهذه حسنة تكتب له، فإن عملها كتبها الله تعالى 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وهذا التفاوت مبني على شيء، مبني على الإخلاص والمتابعة، فكلما كان الإنسان في عبادته أخلص لله كان أجره أكثر، وكلما كان الإنسان في عبادته أتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم كانت عبادته أكمل وثوابه أكثر. فالتفاوت هذا يكون بحسب الإخلاص والمتابعة، بحسب الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم.